برضو معاك. ريفليكشن الشعر اللي هيقابلنا اهو، الطبق اللي هيقابلنا، كل منزل هيقابلني فصلة جديدة. اهو جاي واخدها جاي. هيقابلني حد منزل عند الطبق بقى. كده الطبق اهو. اهو جاي واخده. طالع. لازم اغطي الشعر كله، الاقي الشعرايه باينه. لو الدكتور شاف شعرايه من دول كده خلاص هيحلقنا كده. ماشي؟ هطلع لحد فوق. لحد هنا. المكان اللي انا بتيت فيه هربط فيه. هسيب طرف طالع من ده، انا هسيبه كده هيتطول طول معايا، هقطعه من النص واروح جاي لافف والربط تبقى لفوق. انت اللي بكره ثواني بس ماشي. انا شايفه بس على طبق كده. ها خلاص، لا انا ما شفتش حاجه. خلاص يا عم خلاص. طب خليك قاعد احسن. خلاص صح؟ اجيب شاشه هوم هنا وهنا. الطرف طويل اللي هو الطرف. لف على الروف كله ربطيه لحد الفكره. بعد كده تاخد القطن من يوم، بعد كده تلف القطن تشوف الحرف اللي فاضله من القطن، وبعد كده تحزمهم. يعني انت تثبت اليوم تحزم من القطن، بعد كده تشوف الحتت اللي فاضله تكملها قطن. خلاص؟ بعد كده